فيما يتعلق بالكسب تجد كثير من حملة الشهادات لكن لا يجدون وظائف. عاطلاً صحيح. إنه هذه الشهادات لم تعد كافية في منحك فرصة للعمل. صحيح. إذا لم تثبت جدارتك، إذا لم تثبت قدرتك على الابتكار، إذا لم تثبت تميزك، إذا لم تثبت فعاليتك، إذا لم تثبت أنك قد أتقنت المعارف والمهارات التي عرضت عليك، هذه الشهادة لم تعد لها قيمة. ولهذا الآن العفو بعض الذين يحملون شهادات عليا يأتون يتقدمون وظائف فيردون لأنه الشهادة التي يحملها أعلى من المطلوب في العمل، لأن العمل لا يتطلب شهادة عليا، يتطلب مهارة. نعم صاحب الشهادة العليا قد لا يتقن هذه المهارة وبالتالي هو فوق المطلوب ويرد لأجل أن شهادته أعلى من المطلوب.